ينضم إلينا الآن المخرج المتميز سامر القاضي، كاتب، مخرج، منتج دراما، وحصل على العديد من الجوائز التقديرية، حيث أشادت منظمة سينما من أجل السلام بأعماله، من حيث حرصه على رفع الوعي بقضايا حقوق الإنسان من خلال أفلامه، كما أيضا دفاعه عن القضايا الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. مرحبا سامر، صباح النور لك. صباح الخير يا ليلى، صباح الخير، كيف صحتك؟ اهلا وسهلا فيك وسلامات. صوتك تعبان تسمعني. تعبان والله، الواضح بجاي على ديترويت مباشرة، البرد ضربك البرد مباشرة. اكزاكتلي، فاسف منكم كثير، الصوت ما كان جيد. سامر، عنونت قضيتنا الآن بالقضية المنسية، قضية سوريا تغيب عن المشهد السياسي الآن كما يرى مراقبين. كيف يرى مثقفو سوريا الوضع الآن، وأنت من تتابع الوضع وأيضا تنقله عبر أعمالك المبدعة إلى الساحات العالمية؟ يعني أنا بتصوري أسوأ ما في القضية الآن هو تغييب السوريين عن قضيتهم. يعني الآن السوريين هم غير مدعوين إلى طاولة الحوار، وهي مشكلة كبيرة. يعني حتى في الاتفاقية الأخيرة بين تركيا وروسيا بالنسبة لموضوع أدلب، لم يكن هناك ممثل عن سوريا في هذا الموضوع، وفي أي اتفاقية حصلت في الفترة الأخيرة السوريين مغيبين عن قضيتهم، مغيبين عن صناعة أي نوع من القرار أو رأي في قضيتهم. وبالتالي أنا بتصور للآن دور المثقفين من فنانين، من كتاب، من صحفيين، من مخرجين وممثلين، دور هام كبير لإبراز القضية يكون صوت الإنسان السوري في الإعلام وفي الغرب. إذا لم يكونوا مدعومين إلى الطاولة فيجب أن يكون لنا صوت. فأنا بتصوري إن كان فيلم ولا إن كان مثل الخطاب الأخير اللي عملته من مسرح تيد مهم جدا، وطبعا في محاولات من فنانين آخرين. أبدأ معك من حيث نوهت إلى هذا الخطاب على منصة تيدكس المعروفة في ولاية كاليفورنيا. استعرضت سامر لقطات من الفيلم تسجيلي يعكس حجم الدمار الذي شهدته بلدة دارية بريف دمشق، ليتل غاندي. لماذا البداية كانت من هذه البلدة سامر؟ أنا بتصوري دارية يعني هي تمثل خلينا نقول للبيوريتي تبع الثورة السورية، لنقاء الثورة السورية. دارية طبعا في مدن كثيرة في بداية الحراك اللي انطلق منها الحراك في سوريا بال 2011 بطريقة سلمية، بدارية وبالبطل المعروف فيها غياث مطر، الشهيد غياث مطر اللي نعرف عنه بتوزيع الورود البيضاء والماء إلى عناصر الجيش السوري اللي كان بالبدايات يضربهم بالعروات، يطلق العيارات النارية الهواء، ولكن بعدين تم إطلاق العيارات النارية على المتظاهرين. وما ذلك كان غياث مطر وأصدقائه مصرين على موضوع السلمية، ونحن عم نحكي في أول 8 أشهر من العراق في سوريا. فهذا الموضوع أنا بتصوري كان لازم الغرب والعالم كله يتذكروا، يعرف انه الشعب السوري وخصوصا جيل المثقفين وجيل الشباب في سوريا كان طلبهم مشروع وبطريقة سلمية. وبالفيلم يتكلمون عن انه تأثروا بمهاتما غاندي وتأثروا بمارتن لوثر كينغ، ولكن تم دفعهم وحشرهم في زاوية العنف والتسليح بعد سنة كاملة من النضال. وحتى الشهيد غياث مطر قضى نحبه يعني بعد حوالي 6 أشهر من الثورة، بعد ما تم القبض عليه من النظام السوري وتم قتله ورجع جثته إلى أهله إلى حتى يكون درس للباقي. وبتصوري بهذاك الفترة بسبب غياث مطار وآخرين مثل غياث مطار بدأت الثورة تنحرف وتأخذ اتجاه آخر من ناحية التسليح، لأن الناس شافت الناس السلميين يتم تصفيتهم فلازم يدافع عن نفسهم. إذن أنت سامر، أنت كمتابع للحدث، كمخرج مبدع، لم تحمل سلاحا ولكن حملت قضيتك، قضية المواطن السوري في الخارج الذي صور حجم الدمار الهائل. هل ترى أن المواطن السوري دفع إلى حمل السلاح؟ دفع أكيد، أكيد دفع إلى حمل السلاح، دفع إلى حمل السلاح، وكان هو
بالنسبة للشعب السوري يعني أنا بالي موجود على الأرض، ولكن بالنسبة للشعب السوري كان هذا خيار الوحيد. طبعا هناك في دائما في حوار دائم إلى الآن عن ضرورة الحفاظ على السلمية، وكيف أنه التحول إلى السلاح كان تم دفعه إليه، وهذا الحوار دائم بين النشطاء يعني السلمية ولا مسلحة ولا. ولكن يعني أنا ما بقدر وأنا موجود بكاليفورنيا أقرر لهم أنت أن يدافعوا عن نفسهم بالسلاح ولا يكملوا السلمية، هذا قرار هم بصنعوه، ولكن أكيد تم دفعهم وحشهم في زاوية التسليح، لأنه بالنسبة للأنظمة الدكتاتورية تسليح نفسك هو أمر يتم معالجته بصورة أسهل بكثير ما تكون إنسان سلمي وتقابل السلاح بالورد والماء، وبالتالي التعاطف العالمي بيكون معك والرأي العالمي بيكون معك، ولا يمكن لأي شخص أن يقف ضدك. ولكن إذا كنت مسلح يقول عنك إرهابي، يقول عنك مدفوع من جهات أخرى، يقول عنك مئة قصة. وطبعا صوت الظالم صوت قوي لأنه مدعوم، وصوت الحكومات صوت مدعوم، وصوت فيه وراءه أموال وفيه وراءه، فبالتالي صوته أعلى ويطرح قضيته وقضية المظلوم. دائما للأسف المظلوم صوته خافت وصوته غير مسموع، وهذا كان الحوار اللي أنا أجريته بتيد بمسرح تيدكس من كاليفورنيا. تماما كان هذا سؤالي القادم إليك سامر، لماذا منصة تيدكس في ولاية كاليفورنيا؟ ماذا أردت من خطابك الذي وجهته في أهم منصة في كاليفورنيا؟ يعني هو هذا مسرح عالمي إلى متابعين في كل أنحاء العالم، وهو يقوم على مبدأ ideas worth sharing with the world، أفكار تستحق المشاركة مع العالم. طبعا لما تم دعوتي إليه كان شيء طبعا يعني كنت سعيد جدا بهذه الدعوة، ولكن هي مسؤولية مثل ما بتعرف ليلى، يعني أي منصة تاخذيها هي مسؤولية مهما ظهرت أو كبرت، ولكن منصة تيد منصة كبيرة، وبالتالي ما في أهم من قضية الشعب السوري الآن والمعاناة، واللي هي يعني أكبر قضية إنسانية ومعاناة إنسانية من الحرب العالمية الثانية، فما بتخيل لي كنت لازم أحكي عن أي شيء آخر غير هي القضية. فهذا مسرح عالمي، مسرح مثل ما قلت لك بتوجه للعالم وللشعوب وللناس المفكرة والمثقفة، لأنه السياسيين الآن للأسف لا يمكن التعويل عليهم، فالتعويل الآن على حركة الشعب وحركة الناس المثقفة، وأكيد يعني على الأقل إعطاؤهم الفكرة الصحيحة عن ما جرى في سوريا وما يجري. سامر، لفت نظري أنك تحدثت عن سبب خروجك من سوريا وجمهورية الخوف. كان لي حوار آخر مع بعض أيضا المثقفين والفنانين العرب، الذي منهم الفنان جهاد يعني، الذي أيضا ذكر لنا هذا الموضوع. يعني هل كان هذا جزء من اهتمامك بتسليط الضوء على مأساة السوريين الإنسانية، يعني خارج ما يروج له فقط من أن هناك إرهاب ونظرية مؤامرة على سوريا؟ يعني أنا بتفاجأ من أي فعلة إنسان سوري، لا ألوم أي إنسان غير سوري ولا يدري ما يحصل في سوريا، ولكن ألوم يعني الأشخاص السوريين اللي عاشوا داخل سوريا وبيعرفوا حجم القمع وحجم الظلم وعدم العدالة في توزيع يعني الثروات في سوريا والمحسوبيات، وبالتالي يعني هذا أمر الكل بيعرفه ولكن ما حدا بيحكي فيه، فلذلك كانت تدعى يعني the republic of fear، يعني جمهورية أو مملكة الخوف في داخل. فما ما زلت إذا كنت صامت فأنت في خير، ولكن إذا كنت إنسان كاتب، إن كنت مسرحي، إن كنت مخرج، إن كنت كان عندك فكرة، إن كنت صحفيا، إن كنت يعني أليست هذه يعني صبغة ليس فقط في سوريا سامر، إنما للأسف في معظم المجتمعات العربية. هذا الشيء صحيح أكيد ما في شك منه، لذلك أنا يعني بشجع أي شخص بأنه يعني يعني لازم يكون في هناك حوار. نحن يعني في القرن 21 لازم يكون هناك في مساحة للحريات، ولكن لما تختفي مساحة الحريات في عندك حلين، لا أما الأشخاص تغادر بلادها، وهذا ما يحصل للأسف في معظم الدول العربية، معظم المثقفين خارج بلادهم،
أو أن تكون سجين في سجن كبير داخل بلادك، وهذا الحلين غير مقبول فيهم. يعني إذن أين هو دور المثقف سامر السوري؟ خلينا اليوم نتحدث عن مأساة سورية، لكن مآسي أخرى نشهدها يعني في أوطاننا العربية، لكن بما أننا نتحدث عن سوريا اليوم، أين هو المثقف السوري اليوم؟ ما نشهده على ساحة المشهد الآن هو عنف متبادل فقط، أين دور المثقف السوري؟ أين يقف هؤلاء؟ يعني للأسف المثقف السوري الآن يتم تغييبه. المنصات يعني الموجودة لإيصال الصوت ما هي متوفرة بشكل كبير. في دول كثيرة الآن يعني بتحاسبك على الكلمة اللي عم تطرحيها، خصوصا في الدول العربية. حتى إن كنتي خارج سوريا وردتي أن تتكلمي عن سوريا، ففي مثقفين كثير يعني من السوريين وموجودين في الدول العربية أخرى، وما عم يقدروا حتى يوصلوا كلام عن البلد وعن ما يجري في داخل سوريا. فأنا برأيي دور هو فعلا البحث عن منصات جديدة، والبحث عن منافذ للتعبير عن الرأي، تكون كرياتيف، تكون ذكية، تكون في طروحات. فبالتالي يعني بالنسبة لوجودي، طبعا أكون محظوظ بوجودي في أمريكا وكشخص أمريكي يعني ولي حرية التعبير وحرية سرد القصص اللي أنا بدي إياها. عمل فيلم مثل غاندي أو غاندي الصغير، واللي هو يعني بالأخير أصبح الفيلم السوري الأول في تاريخ مسابقات الأوسكار يدخل بشكل رسمي لترشيحات الأوسكار في مسابقة أفضل فيلم أجنبي. وبالتالي هي القضية اللي أنا حكيت عنها، قضية سلمية الثورة، الآن اترخت، الآن أصبحت مترخة وكوثيقة للتاريخ. يعني حتى إن لم يكن التفاعل معه مباشر الآن، ولكن إن بسنة أو سنتين أو ثلاثة أو خمسة فيتم الرجوع إليها. نحن لازم نوثق. أنا أؤمن مثلك تماما برسالة الفن سامر، ودعم الفنانين والمثقفين العرب في إظهار الصورة الحقيقية للحدث. كيف ترى دعم أعمال فنية تصل إلى العالمية؟ كما أشرت، ليتل غاندي وصل إلى ترشيحه لأعلى جائزة الأوسكار بسبب ما حمله من رسائل إنسانية، وقد ذكرت في تقديمك أنك أيضا صاحب رسالة وصاحب فكر إنساني من خلال ما تقدمه من أعمال. ولا ننسى ذا سيريزن المواطن، فيلم المواطن أيضا الذي قدمته ونال يعني إعجاب الكثير من النقاد. كيف ندعم رسالة الفن لنوصل صوت المظلومين، لنوصل صوت المقهورين، المشردين، الفئة الأضعف في هذا العالم؟ أول شيء أنا بتصوري لازم يكون في تضافر بين المثقفين نفسهم، وهذا الشيء للأسف بين المثقفين العرب وتحديدا يمكن السوريين موضوع يعني يطول شرحه الآن، ولكن ما في هناك التضافر الجهود. يعني للأسف أحيانا في كثير أعمال بيتم العمل عليها أو قريبة كثير من بعضها، ما في يعني توحيد خلينا نقول للصفوف والتضافر كمثقفين بشو بدنا نطرح وعن شو بدنا نحكي. ما في هاي المظلة. يعني أنا بقترح بي إنه يكون هناك منظمة غير نفعية ثقافية تضم تحتها كل المثقفين العرب والسوريين، إن كان في قضية سوريا، والموضوع في العالم ليس فقط سوريا، يعني هناك قضايا كثيرة. صحيح، قضايا إنسانية. وإذا لا يعني يبدأ تعتبر ناشط عندما تتحدث في قضية لا تمس يعني إليك مباشرة. فأنت قد تكون سوري ولكن فعلا لتكون ناشط حقيقي بدك تحكي مثلا بقضية عم تجري بجوز بالسودان، أو قضية عم تحكي بمناطق أخرى. فهناك مواضيع كثيرة، فأتمنى أن يكون في هناك مظلة تجمع تحت هالمثقفين والكتاب والمخرجين وتقدر يعني تنسق هذه الأعمال. وبالتالي كمان يعني نحن نشكر مثلا ليلى مثل برنامجك برامج أخرى واللي بتعملوه لحتى توفروا كمان منصات للمثقفين العرب لا يتكلموا من خلالها. ولازم يكون الإنسان يعني
الواعي والمثقف دائما هو يبحث بطريقة ذكية عن منصات جديدة ويتم التواصل معه، وهذا اللي نحن عم نشتغل عليه كل إنسان بطريقه. سامر المخرج المتميز، سامر القاضي الكاتب والمخرج ومنتج الدراما والحاصل على العديد من الجوائز التقديرية، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار من القلب إلى القلب، أعتبره هذه الرسائل الإنسانية التي أرسلتها من خلال فقرتنا معك هذا الصباح. شكرا لك. شكرا كثير ليلى على الاستضافة، ونتمنى من الكل إذا بيقدر يشوف هذا الحوار الأخير من مسرح تيدكس موجود على اليوتيوب، إذا they search my name Sam Cady بيلاقوا، لأنه رسالة مهمة لازم تصل للعالم. شكرا كثير ليلى للاستضافة، يعطيكم العافية. بهذا نأتي إلى ختام برنامجنا هذا الصباح، كنت معكم ليلى الحسيني، إلى اللقاء.